ازيكم؟ عاملين ايه؟ عيد ميلاد البت ليلى النهارده، وجوجو اول واحده جت من اصحابها عشان هي عندها تمرين ومضطره تمشي بدري. طيب، وجوجو جابت لليلي هديه، يلا نشوفها مع بعض. واو، ايه ده، انت شفتيها؟ جميله قوي، فظيعه. بصي يا اصحابنا، شكلها حلو قوي. ليلى اصلا ما عندهاش اي شنطه اللي هي الوسط دي، ف شكرا يا جوجو. طيب انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا ما شربتوش؟ الله يا جماعه، عامله لهم كيك وحاجه يشربوها وتفاح، انتوا ما اكلتوش ليه؟ لا لا، يلا اشربوا حاجه وكلوا حاجه بدل ما كلهم انا. يلا ايه؟ شاحن. طيب يلا استعدوا عشان الفقره اللي بعد كده، هنجيب البيبي ليس ونعمل للبت ليلى شعرها مع بعض. بتعملوا ايه؟ بقول لك يا انت لازم تعملي شعرك بالبيبي ليس. حلو كده صح؟ ايه؟ حلو. طيب ماشي، انت بتعملي ايه يا ديدا؟ فريده بتعملي ايه؟ بصيلي. عاليه وعائشه هيجوا دلوقتي، هصورهم بقى من البلكونه. ايه؟ انا كانت بتقول ان هي تنزل 4:30. طيب هاني، خلاص قربوا يجوا، يلا نتقابل تاني كمان شويه. هنجيب البلالين نعملها مع بعض. ماشي ماشي، يلا هناخد كيس البلالين دلوقتي ونروح عشان ننفخها. يلا يا اولاد عشان ننفخ البلالين. يلا. لا بتقول لسه فيكم شعرها في الغدا. والله؟ طيب ماشي. يلا تعالوا اقعدوا بقى على السرير. انفخ يا احمد. تعالى انفخ معاهم البلالين. وريني يا ليلي البلالين دي ايه؟ ما شفتهاش اصلا. مش قلت لكم هاتوا ابيض وبينك بس؟ والله. طب يلا ابدا. خد يا احمد، تعال اقعد، يلا انفخ معاهم البلالين. طب خد، طب بص بص، تعالى امسك الكاميرا كده زي ما انا واقفه كده بالظبط، وانا هربط انا. بوظت الفيديو. ايه ده جت فين؟ تعرفوش تربطي؟ يا خالص. تنفخ وتتصور؟ عادي بنفخ. ايش مالك؟ طب يا ليلي خد، انت بتعرفي تربطي؟ خدي منزينه واربطي عشان احمد هيبوظ الفيديو. اقعد يلا، مش انت بتعرف تربط؟ ما بتعرفش؟ انا ماشي، ادوا الليلي تربط. انتوا مش عارفين تنفخوا البلالين؟ ده انتوا مش عارفين تربطوا البلالين. هاتي يا جينا. احسن خير، اوعى يا يلا يلا اربطوا لي بقى، انفخوا لي بسرعه وانا هربط. ايه دول؟ دول الشمس. دلوقتي خلصنا يا جماعه نفخ البلالين زي ما انتم شايفين، بس هنبدا بقى ايه؟ احمد خلاص. نعمل دول، ننفخ دول. دلوقتي احنا خلصنا نفخ بلالين بمساعده جوجو ومساعده البغل احمد. وهننفخ دول دلوقتي. ماشي يا دول، دي مساعده فريد. يلا يلا بقى نعمل اللي هو نمبر 1. بقى عندك 12 سنة؟ تخيلي كبرت. دول بقى انا بيتفخوا من البتاع البيضة. عارفة. هنحط بقى فيهم البتاع اللي زي الشاليمون. دي الهيليوم. دي الهيليوم. ايوه بس ده نمبر 1 صح؟ دلوقتي يا جماعة ليلي وجوجو نزلوا يجيبوا بقية اصحابهم، هنفخ نمبر 1 على ما يجوا. نمبر 1 خلصت. ايه واو، شكلها حلو. هنروح بقى نصور اصحاب ليلي عشان هم جم، وبعدين نرجع لكم. نرجع نعمل نمبر 2.
ياي. احنا دلوقتي يا جماعه في انتظار اصحاب ليلي اللي معزومين في عيد الميلاد، هيدخلوا هما. هاي ازيك يا عليا؟ ازيك يا عائشه؟ عاملين ايه؟ انا كنت موجوده من زمان، فاكراني؟ يلا على جوه خلاص. يلا يا دودو. عملنا نمبر 1 لسه 2. احمد هتعرف تعمله؟ طب يلا اقعدوا يا حبايبي. تعبين نفسكم ليه؟ وانا هنفتح الهدايا دلوقتي ولا في عيد؟ بصي خليها مفاجأة بعد ما نطفي الشمع. ماشي؟ ايه وريدي متاحة بالعكس ولابساها. مش عارفة مفاجأة ازاي وانت فاتحة هدية جوجو يا جماعة ولابساها كمان، ده انا عايز تخرج بيها كمان. يلا حطيها يا ليلي في الشنطة على اساس ان احنا هتبقى مفاجأة وتعملي نفسك متفاجأة لما نيجي نفتحها. يلا يا احمد بقى عشان يلا اعمل نمبر 2. دي مش عارفه اللي جوه ايه خالص يا جماعه، مش عارف، فانا اروح اقدم له مساعده. نمبر 2 يلا افتحوا. ادي نمبر 2. انا عايزه 20 جنيه يا جماعه الخير. انا عايزه 20 جنيه على النفخ ده. طب اخيرا 20 ولا 40؟ رقم 12 بتاع ايه ده؟ يلا. لا هنصورك يا دودو اهو، هنصورك. يلا من بعض عشان يكونوا. يلا يا عليا يلا تصوري انت كمان برقم 12. صورة تذكارية. استنوا عشان هصوركم بقى صور عادية. يلا انتوا الرباعي المرح قاعدين دلوقتي بيتفقوا على فيلم او حاجه يتفرجوا عليها. ديدا طبعا عامله شكل الحبايه اللي طالعه لهم فماشيه معاهم في كل حته. واحمد قرر انه يجيب البلالين من جوه الاوضه ويجيبها هنا وعمل يحارب. فرقعتهم؟ ده لسه العيد الميلاد ما بداش. الاء وايتن لسه هيجوا. ملك وليلى مسافرين الاثنين. بدات اجهز يا جماعه لعيد الميلاد. لسه طبعا مستنيين واحده من الشله، ايتن اثنين. ايتن والاء، وهم اللي معطليننا ومش عارفين نطفي الشمع. فاحنا قاعدين مستنيينهم دلوقتي. اول ما يجوا بقى هنحط التورته والبيبسي. انتوا عارفين طبعا ان احنا كمصريين لازم نشرب بيبسي مع التورته، دي طقوس. لازم تتعمل. في واحده من اصحاب ليلي جم دلوقتي، جت دلوقتي. مين؟ الاء صح؟ واحنا قاعدين كلنا مستنيينها. انا اول مره اشوف الاء على فكره، ما اعرفهاش. اهلا وسهلا بيكم في برنامج شيكو فاميلي. معاكم الاء جايه ورايا دلوقتي حالا. بس يعني اوعي. اهلا اهلا يا الاء، نورتي. عامله ايه؟ نورتي تاني. طب ادخلي تعالي. لا لازم صورك كده. هروح اسلم عليها يا جماعه وارجع لكم. يلا يا جماعه زي ما انتم شايفين انضم فرد جديد للعصابه، قصدي للشله. اقعدوا يلا اتفضلوا. احنا دلوقتي بقى قاعدين مستنيين مين؟ ايتن هانم. لو اتاخرتي يا ايتن هنطفي الشمع. لسه نص ساعة بالظبط وهنطفي الشمع. احنا دلوقتي جهزنا كل حاجة وجهزنا التورتة وكل حاجة ومستنيين ايتن. ايتن يا جماعة هي اللي عاملة فينا كده، مش عارفين نطفي الشمع بسببها. فين الشمع صحيح؟ طب قومي يلا شوفي الشمع فين عشان نحطه في التورتة. عايزين تاكلوا من التورتة؟ تحب انهي نوع؟ طيب ماشي. انت جاي عشان التورته؟ مش عارفه اقول لك ايه والله يا الاء. بتحبي انهي نوع؟ طيب ونعمه الصحوبيه. وادي التورته بعد ما حطينا الشمع. ولا واحد ولا 100 ولا 1000 ولا
وفي انتظار ايتم. ادي يا جماعة ليلي وجينا قاعدين بيستنوا ايتم تحت. ده انا ايتم كان المفروض اروح اجيبها من البيت واقسم بالله يعني مفيش كده. واخيرا ايتم جت. ايتم جت هزغرت. يا لهوي يا ايتم يا لهوي اخيرا وحنون. افرشوا الارض رمل ورد. واخيرا يا ايتن. ايه يا ايتن؟ كنا رايحين نعمل عيد الميلاد من غيرك. هاي جايز. عامله ايه؟ عامله ايه ايتن؟ يلا على عيد الميلاد على طول. بوظت شمعه رقم واحد. كسرتها والله. طفي الشمع. يلا نغني البيت دي. يا سلام وانت طيبه يا لوك. وانت طيبه. خلاص اتمنى في العيد الميلاد الجاي. طب يلا بقى عشان ناكل تورته. يلا. انا اكتر واحده عايزه. طيب ايه النور بقى؟ ايه النور؟ والله يا يلا كل واحد بيقول لي هو بيحب ايه. كله يعني. انا هاخد اوريو. وانا اوريو. لا والله. كل كمان اوريو. طيب جوجو وروح ومين؟ طيب هنقسمكم انتوا وحظكم. انا اتنين تلاتة اربعة. هم اربعة عشان احمد. ما هم اربعة. خليك في المالتيزرز يا احمد احسن. ماشي. طيب انا هدي الجوجو اوريو. ايه ده؟ ليه احنا ما جبناش البتاع اللي بتشيل؟ هات يا احمد بتاعة التورتة. مشوها. مشوها حينا. يلا كل واحد ياخد الكان اللي هو بيحبه. طيب فكر. 7؟ اه ماشي. في اتنين 7. انا اوكي. جوجو هتاخدي اوريو ولا انا هاخد ماشي خد حاجه. مش عارفه مسافره فين مثلا. انا مش لاقيها اصلا. ملك كانت بتقول لي ان يوم عيد ميلادها ان هي صيفت واشرت. هاخد المالتي في شهر 5؟ كان التصوير انت؟ كان التصوير انت بقى خد سيرته. كانت انا عايزه صيفت صح؟ كان قايل لي صيفت. اسمعك ما تديش على الكاميرا ماشي؟ يمكن تكون مسافره. انا هتلاقيها عند ماما عند جدتها. ايوه لا جدتها في الزقازيق. والزقازيق اكيد يعني ما فيهاش بحر. ما هي ما قالتش ان هي بتصيف. هي قالت ان هي مسافره بس. مش عارفه بس هي منزله يعني سوري كده. كانت في ليلى. انت عايزه اوريو؟ كانت سوري سينكس. ايوه انت بقى. مين عايز اوريو تاني؟ انا. مين عايز حته تاني؟ انت عايزاها صح؟ احنا صور كويس يعني. ما هو بابي راح فين؟ نجيب البتاع. نجيب البتاع اللي بتجيب ال مش مشكله. مش مشكله انا اتصرفت. خلاص اتصرفنا. ايه ده كله ضرب. انا كنت عاوز اوريو. احمد صورنا يا احمد. احنا انت مالك ومال التورت؟ في حاجه عجبك مالتيزر؟ عايز اعرف الرمل ده. اوريو لا شوفوا في كوكيز كده. هننسف التورتايه دي كلها نخلصها وهنيجي بعدين بقى فقره ايه فتح الهدايا. اوكي يلا نبدأ. ودلوقتي يا جماعة فكرة تقديم الهدايا. يلا بقى افتحي هدية جوجو وريها لي كده عشان ما شفتهاش خالص.
معرفش شكلها ايه. واو جميلة، تسلم ايدك يا جوجو. متفاجأة متفاجأة قوي، انا متفاجأة يا جماعة متفاجأة. جميلة، اعملوا نفسكم ان انتوا مش واخدين بقى. يلا مين مين هيقدم هديته؟ عائشة. يلا يا عائشة ادخلي. واو والله بجد بجد ما شفتش هدية عائشة، شفت هدية جينا بس. يلا وريني ايه ده، انت متفاجئة ليه؟ او ماي جاد، تحفة تحفة، حلوة قوي قوي، تسلم ايدك يا عائشة. والله طب اخلصي ورينا الحاجة التانية. او ماي جاد، الله، ده سبراي ولا اللوشن ولا ايه؟ طيب ماشي خلاص بقى، يلا حطيه. شكرا يا اوشي وشكرا يا جوجو. يلا اللي بعده. عالية عالية يا عالية، ورينا يا لولو جبتي ايه. يلا نشوف عالية جابت ايه. واو او ماي جاد، الله، تيشيرتي جميل قوي، حلو قوي، الله، حلو قوي، تسلم تسلم ايدك يا عليا، جميل، تسلم ايدك يا روحي. اللي بعده ايه ده، لسه فيه؟ واو والله فظيعه يا لولو، الله، حلو قوي. ده ايه، هوت شورت؟ لا دي تيشيرت. اه تيشيرت كمان، طيب جميل، تسلموا يا بنات. جوجو ولولو وعائشة، ده ايه ده، انت جاية كام هدية بالظبط يا عليا؟ حلو قوي يا حبيبتي، تسلم ايدك. برضو تانية؟ لا ما هي عليا بقى ايه مجهزاكي، يعني جايبة لك الهدوم والاكسسوارز. ايوه تسلم ايدك يا لولو. يلا يا آلاء يا عسل هديتها. هنمثل بقى. مكسوفة، تسلم ايدك يا لولو، شكرا انت جيتي. جواب غرامي، جواب غرامي طبعا يا جماعة. ايتن هانم هديتها متأخرة ولسه هنعمل عليها فيديو بعد ما تيجي. وريني وريني مكتوب ايه. واو واو، ثانك يو الاء، ثانك يو الاء، ثانك يو. واو شوكولاته انت بتحبيها. ايه ده، انسيال صح؟ اوه ماي جاد، حلوه قوي، تسلم ايدك يا لولو، شكرا يا حبيبه قلبي، وشكرا انت شرفتينا، وشكرا يا بنات ان انتوا جيتوا، وانا كنت مبسوطه قوي. انت ايه ده، شوكولاته كمان بجد؟ ايوه دي همها على كرشها دي. كلنا كده. الله واو، حلو قوي اللون ده، اللون الكشمير ده تحفه، بحبه قوي، انا هحطه منه. انا هاخده منك. واو حظاظه حلوه قوي، هاخدها برضو. تفرحيش قوي كده. يلا كل سنه وانتي طيبه يا لولو. لسه بقى يا جماعه هنختم بهديه ايتن، بس لما تيجي في هديه ولا في هتيجي ولا مش جايه؟ في اكيد. ماشي، والهدية بتاعت ايتن وصلت يا جماعة، وصلت اخر ليلي بنتي، خدت تيشيرت من هدية عالية ولبسته، شايفين التيكت؟ ابين التيكت كمان ولا كده كفاية؟ بيني بيني. يلا بقى عشان نفتح هدية ايتن بالاحضان. يلا ايه يا بنتي، في ايه؟ واو او ماي جاد، فظيعه خطيره بجد. خلاص يا حبيبتي انت هتنامي، حضني كمان، حضني كمان، حضني واحد مش كفايه. تسلم ايدك يا ايتونه. شكرا يا حبيبه قلبي. وكده خلصنا عيد ميلاد البت ليلي الرخمه دي، هرنها على الابعد عيد الميلاد، واخد نفس الحاجات اللي جات لها.
وكل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. يلا قفلوا الفيديو، يلا نقفل الفيديو. يا الي انت وعائشة سيبكم الكوافير اللي انتوا شغالين فيه ده وتعالوا بنقفل الفيديو. قومي بنقفل الفيديو. باي.